السلام عليكم. قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية التي يدعمها الجيش ويرفضها المتظاهرون، يحبس الجزائريون أنفسهم. فبالرغم من أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد جايد صالح، وهو الرجل الأقوى في البلاد اليوم، أعلن مرارا وتكرارا غياب أي طموح سياسي له شخصيا ولقيادة الجيش، وبالرغم من اعتقال ومحاكمة كبار مساعدي الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وبالرغم من إعلان الجيش وقوفه على مسافة واحدة من المرشحين الخمسة جميعا، وبالرغم من كل ذلك تخرج تظاهرات رافضة لهذه الانتخابات معتبرة أنها تهدف إلى إعادة إنتاج النظام. فلماذا يصر الجيش على انتخابات يرفضها الحراك؟ ولماذا لم يطمئن الأخير لسلسلة إجراءات الجيش؟ وهل يتحول الموقف إلى مواجهة بين الحراك الشعبي والجيش؟ سباق الانتخابات في الجزائر والتظاهرات هو مادة هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. المسيرات والاحتجاجات الرافضة للانتخابات المقرر عقدها في 12 من كانون الأول الجاري غطت كامل المشهد في الجزائر بين تمسك الجيش بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإصرار الشعب على ضرورة تأجيلها لحين الاتفاق على مضامين المرحلة الانتقالية. الجزائر تمر بأوقات حرجة في هذه المرحلة التي تهدد سلمية العلاقة القائمة بين الجيش والشعب والمستمرة منذ انطلاق الحراك في 22 من شباط الماضي، لكن الاحتجاجات الشعبية الجزائرية مستمرة رفضاً لإجراء انتخابات الرئاسة التي يترشح فيها مسؤولون في النظام السابق، وعلى ضوء احتجاج السلطات الأشخاص المتهمين بعرقلة الاستعداد للانتخابات قد يلجأ المحتجون لمظاهرات يومية. السلطات الأمنية في الجزائر تعاملت مع هذا الرفض بتوقيف الناشطين واعتقالهم، الأمر الذي أثار انتباه منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات الجزائرية إلى إيجاد أجواء مواتية وسلمية لسير الحملة الانتخابية، معربة عن قلقها العميق إزاء مناخ القمع. بينما وصف الناطق الرسمي باسم السلطة المستقلة للانتخابات مجريات الحملة الانتخابية في الأسبوع الأول بالإيجابية، وأن العملية سارت في أجواء من الهدوء والسلمية، إلا أن المتظاهرين الرافضين لإجراء الانتخابات ما زالوا ينزلون بالآلاف إلى الشوارع بهتافات مثل لا تعنينا انتخاباتكم، معتبرين أنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة. وتحاول السلطات الجزائرية الإيحاء بأن عدد المتظاهرين الرافضين لإجراء الانتخابات قليل مقارنة بالمؤيدين لها الذين يصفهم التلفزيون الرسمي الجزائري بالحشود، في الوقت الذي استجمعت فيه التظاهرات الرافضة للانتخابات قواها من جديد بعد أن كانت قد خرجت رافضة لها منذ أشهر. ويبدو بأن الانتخابات الرئاسية التي ترغب السلطة العسكرية بقيادة الفريق أحمد جايد صالح في تنظيمها باتت إحدى أهم القضايا الخلافية بين حراك الشارع الجزائري وقادة الجيش الذين يسعون للتحكم في مسار التغيير. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن بن عمار المحلل السياسي، وأيضا الأستاذ إدريس ربوح المحلل السياسي، وكلاهما من الجزائر. مرحبا بضيفي الكريمين. لو بدأنا معك أستاذ عبد الرحمن، يعني الجيش الجزائري بقيادته ممثلا برئيس الأركان أحمد جايد صالح مصر على إجراء هذه الانتخابات الرئاسية مهما كلف الثمن، بالرغم من رفض المتظاهرين والحراك لهذا الأمر، هل من تفسير دقيق لهذا الإصرار؟ أولا السلام عليكم، نحييكم ونشكركم ونشكر قناتكم على هذه الاستضافة. أهلا بكم. لكي نتكلم على إصرار الجيش للذهاب إلى انتخابات، يجب أن نمر قليلا على كرونولوجيا الحراك أو سيرورة الحراك كيف كانت من بدايته إلى اليوم. نحن نذهب في الجمعة 41، فلذلك الحراك كان انطلق بعد استفزاز كبير للشعب الجزائري بترشيح الرئيس السابق أو الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة،
وبعد هذا الاستفزاز الكبير الشعب الجزائري خارج للشارع لكي يرفض كل هذا الأمر. لم تكن هناك العديد من الأصوات المتفرقة داخل الحراك لأن المطلب كان موحد بذهاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن فيما بعد وبالتحديد حتى نكون دقيقين بعد سجن الكثير من أرباب المال وسجن الكثير من السياسيين السابقين الذين كانوا مقربين من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومن المنظومة البوتفليقية كما يسميها الجزائريين، في هذه المرحلة بالذات بدأت تظهر عدة أصوات متفرقة داخل الحراك. هذه الأصوات المتفرقة كانت تعبر، جزء منها كان يعبر عن بما متفرقة. ماذا تقصد بمتفرقة؟ متفرقة يعني مختلفة في طرحها. من طيب. من جهة كانت تعطي شك على بياض للجيش، وجهة ثانية ترفض أو تقف في الجهة المعارضة بالمطلق. تماما بالمطلق، بالإضافة إلى أصوات عقلاء كانت في الوسط كانت تحاول أن تترك صوت الحراك صوت موحد. طبعا لماذا وقع هذا التفرق؟ هذا ما سنتكلم عليه كثيرا في من خلال حلقتك، لكن هنا ظهر شيء مهم. ما هو؟ هو الصراع ما بين الصراع الداخلي في أجنحة النظام ما بين الجيش ككتلة وما بين الدولة العميقة أو الممثلة بما سميت في الجزائر الدولة التوفيقية أو الدولة المخابراتية، أو الجنرال توفيق محمد مدين اللي هو رئيس المخابرات السابق. فهذا الصراع هو الذي يأتي بنا فيما بعد للإجابة على سؤالك. نعم. لماذا الجيش يصر اليوم للذهاب إلى انتخابات رئاسية رغم الرفض الكبير من طرف الحراك؟ الجيش اليوم يصر لنقطة كالتالي، هو الآن في صراع مع الدولة العميقة، مع دولة جنرال توفيق، ولذلك هو يحاول أن يذهب إلى الانتخابات بسرعة لكي يحصل على رئيس شرعي ويذهب من خلاله إلى مكان أوسع يحارب في هذه الدولة العميقة بكل راحة وبكل أريحية، يعني حتى يتخلص من الأسئلة الآن التي صارت على كاهنه عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الآن. لكن حبس بعض رموز أجهزة المخابرات، كثير يعني كثير من طيب أجهزة المخابرات طيب. فهو لا، لكن هو الآن في منطقة حرجة. المعارضة الآن تقول عبد القادر بن صالح ليس رئيس دولة شرعي، انتهت عدته في 5 من جويلية أين كان يجب عليه أن يؤدي انتخابات رئاسية وبعدها ألغيت الانتخابات الرئاسية. فهو يريد أن ينقل نفسه من هذه الأسئلة إلى منطقة أكثر راحة يلعب فيها براحة أو يحارب فيها خصومه بكل راحة. وهم الخصوم؟ خصومه اللي هم الدولة العميقة، لأنه لما نقول حبس رؤوس النظام السابق أو حبس رجال المال، لا نتخيل بأن الدولة العميقة هي عبارة عن رؤوس. الدولة العميقة هي ضاربة في كل أطراف الدولة، سواء مالياً إعلامياً في كل أطراف الدولة، يعني إدارياً اجتماعياً اقتصادياً في كل أطراف الدولة موجودة الدولة. وهل يمتلك الجيش فيما لو تمت الانتخابات القدرة على استئصال هذه الدولة؟ هذا أمر ربما لا يكون الجيش قبله بتنفيذه. أظن إذا تكلمنا على هذه النقطة يجب أن نتكلم على الوجوه التي هي مطروحة أصلاً في الانتخابات القادمة. هل هي وجوه لديها المصداقية في درجة معينة بالفوز، أم أن الجيش قد حسم قراره من بين، يعني مثل ما أنه يرشح 4 أو 5 الذي هو إما يضمن أنه عدم وصولهم إلى الحكم أو أنه يضمن أنه أي واحد يصل سوف يمشي مشروعه. طيب أستاذ إدريس، يعني في كلمته قبل 2 أو 3 أيام تقريبا رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح ركز في كلمة مطولة نسبيا للجزائريين على أن الجيش هو حامي البلاد وهو حامي المؤسسات وهو مؤمن الانتخابات وهو الذي يحارب الفساد وهو يعني هناك مركزية كل شيء حول الجيش. ما الإشارات التي أراد تمريرها؟ ما الذي على الجزائريين أن يفهموه من وراء هذه الإشارات؟ لنفهم خطاب القايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري لابد أن نعود إلى 62، عندما استقلت الجزائر في 5 جويلية 62 لم يكن هناك دولة اسمها الجزائر، وإنما كان قبل ذلك جيش هو الذي حرر البلاد، وهذا اسمه جيش التحرير الوطني. هذا جيش التحرير الوطني عندما طرد الاستعمار الفرنسي على أرض الجزائر المباركة مسك بالأمور، وبالتالي جيش ومؤسسة نشأت قبل حتى قيام الدولة الجزائرية الحديثة، وبالتالي هذا الجيش عنده ارتباط كبير بهذه الدولة، يعتقد أنه هو الذي أنشأ الدولة ولابد أن يحميها ويحافظ عليها، وتكرس ذلك في المحطات التي جاءت بعد ذلك في تاريخ الجزائر الحديث. إذن الجيش ينطلق من هذا الأمر، وبالتالي لابد أن يحمي الجزائر ويحافظ عليها ويصونها. هذا الأمر عند الجزائريين ليس هناك مشكلة، بل هذا الدور مقبول من طرف الجزائريين. الشيء الذي ربما لم يقبل من طرف الجزائريين أو السياسيين بالخصوص في مراحل معينة هو تدخل الجيش في الحياة السياسية.
الجيش كان يتدخل في كل مرة لصناعة الرؤساء، سواء في 62 أو 65 انتخاب بالانقلاب العسكري الذي قاده العقيد هواري بومدين، ثم مجيء العقيد الشادي بن جديد في نهاية في 79، ثم مجيء وبقية الرؤساء. كان الجيش والانقلاب على انتخابات التسعينيات التي فاز بها الإسلاميون، لا وبعد ذلك الانقلاب في 92 في انتخابات ديسمبر 91 التي كانت انتخابات حرة وأشرفت عليها النظام وفي القلب منه المؤسسة العسكرية، وبعد ذلك تم الانقلاب على هذه النتائج. فالذاكرة الوطنية يحضر فيها الجيش بقوة لدوره الأساسي في المنظومة السياسية الجزائرية، لكن هذه المرة الجيش قام بدور أساسي في السماع إلى مطالب الشعب. لكن أستاذ إدريس، عندما يركز يعني أقوى رجل في الدولة رئيس الأركان الآن على دور الجيش وأهمية الجيش بالنسبة في كلمة يعني للمتظاهرين، ألا يعني ذلك شعور قائد الجيش بأن الجيش في موضع الاتهام اليوم؟ نعم، هو قالها صراحة في سبتمبر، أظن قال عهد صناعة الرؤساء انتهى. هو يعرف بأن الشعب الجزائري اعتراف بأن الشعب الجزائري يعرف أو ثابت في ذاكرته الجماعية بأن الجيش هو صاحب أو الصانع الأول لرؤساء الجزائر، وبالتالي هو يريد أن يبرهن للجزائريين أن هذه المحطة تختلف على بقية المحطات. وكان يحضر في الحضور الدائم للمؤسسة العسكرية عبر خطابات رئيس الأركان، وبالتالي يريد أن يطمئن الشعب الجزائري أن هذه المرة يا جماعة نحن الآن في مرحلة جديدة، الشعب الجزائري يختار من بين المترشحين الخمسة من يريد. هو يريد نحن انتقلنا من حالة إلى حالة ومن مرحلة إلى مرحلة. أستاذ إدريس، يعني أنت تقول أن الجيش الآن عبر عن رغبته في الخروج من دائرة السيطرة والتحكم بصناعة الرؤساء، هل تعتقد أن الجزائر ليس فيها إلا هؤلاء المترشحين الخمسة الذين يقولون الجزائريين أنفسهم بأنهم كلهم محسوبون بشكل أو بآخر على النظام؟ شوف، أولا هؤلاء المترشحين ليس كلهم محسوبين على النظام، حتى والبعض من الجزائريين يقولوا هذا الكلام، وفي الآخر لأن نعرف سيرة هؤلاء، على الأقل ثلاثة منهم أتوا من المؤسسات السياسية، أو نقصد المؤسسة السياسية الأحزاب السياسية عندما نتحدث عنهم، لكن أربعة منهم شاركوا في الحكومات السابقة. هم شاركوا في الحكومات، نعم، لكنهم عارضوا. إذا تحدثنا على مرحلة معينة، يعني علي بن فليس عارض بعدما أخرج من الحكم بقرار من بوتفليقة، وهذه الحياة الديمقراطية. لكن نتحدث كذلك على مرشح لم يكن في حكومات بوتفليقة إلا وأتى به، كان في نظام اليمين زروال، كان في حكومة اليمين زروال، وهو عبد القادر بن قرينة، وهو ممثل للتيار الإسلامي، وهو التيار العريض في الجزائر الذي كان يفوز. لكنه عبر عن خوفه وهدد بأن أي تلاعب في الانتخابات سيشتكي وسيصعد، لأنه يعرف عبد القادر بن قرينة أن صاحب القرار هو المؤسسة العسكرية، حتى أنه قال سأشتكي إلى القائد صالح، يا قائد صالح يا رئيس الأركان أنت لابد أن تحترم اللعبة ولابد أن تضمن لنا اللعبة، نحن دخلنا متنافسين. إذن ما زال الجيش حاضرا؟ نعم حاضر، لأننا لم نأخذ لحد الآن ولا تجربة واحدة، الجيش بقى في الحياد. الآن الجيش ليس له مرشح، ولأول مرة وهذه مهمة جدا، لأول مرة لا نعرف الجزائر من هو الرئيس لحد الساعة، لحتى هذه اللحظة. نحن كنا متعودون في أيام الحزب الواحد نعرف من تزكيه اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني فهو الرئيس، وأنت تعتبر هذه نقلة. نعم، ثم بعد ذلك جاءت الانتخابات التعددية في 95، كنا نعرف أن اليمين زروا هو الذي سيكون الرئيس، ثم عرفنا في 99 أن أبو بوتفليقة هو الرئيس. الآن لا نعرف من هو الرئيس، ولا يوجد من بين المترشحين من له خلفية عسكرية أو أنه رشحه حزب السلطة المعروف اللي هو جبهة التحرير الوطني. إذا نحن في نقلة نوعية في الحياة السياسية الجزائرية. يتأكد هذا الأمر، أنا أقول هذا الكلام، يتأكد هذا الأمر يوم 12/12 إذا لم نرى أي محاولة لتزوير الانتخابات لمرشح معين. أعتقد أن الجيش استوعب الدرس بشكل جيد. طيب، هو يعيش تحت حراك شعبي يريد أن يسمح للجزائريين بالمرور إلى انتخابات حقيقية. نعم الجميع متخوف لأن ليس لنا تجربة في انتخابات حقيقية تحترم في الجزائر، لكن أعتقد أن الوضع الحالي والضغوط التي تمارس على الجيش سيسمح بانتخابات ديمقراطية، لا نقول أنها مثالية لكن أحسن من الانتخابات السابقة. طيب أستاذ يعني عبد الرحمن، كما سمعت يعني الأمور تسير من جيد من حسن إلى أحسن في الجزائر، زد على ذلك على ما قاله ضيفنا الأستاذ إدريس أن النظام قدم سلسلة إجراءات بناء ثقة مع الجماهير، قدم تطمينات بسير انتخابات نزيهة، وعمل سلسلة إجراءات أهمها لعل ميثاق الممارسة الانتخابية الأخلاقي، الميثاق الأخلاقي للممارسة الانتخابية. إذا ما الذي يثير مخاوف الجزائريين وإصرارهم على رفض هذه الانتخابات؟ أليس فيها شيء من العدمية؟
وهل كل الحراك على قلب رجل واحد في الموقف من هذه طيب لو قلنا كل الحراك على قلب رجل واحد فيعني هذا بعد كبير عن مفهوم الحراك أو عن أرضية الحراك. الذي ينزل إلى أرضية الحراك سواء في الجزائر العاصمة أين شاركت هناك أو في مناطق ثانية في الولايات الداخلية كذا، يرى تباين في الآراء كبير. أنت تنتقل من ولاية إلى ولاية يكون الفرق كبير في الحراك. لذلك قبل أن نتكلم لماذا ظهر هذا الفرق يجب أن نفهم الصراع الداخلي داخل النظام الجزائري. النظام الجزائري معروف عليه أنه نظام متعدد الأجنحة. قبل استقالة بوتفليقة كانت ثلاث أجنحة متصارعة ظهرت في عدة مراحل، بداية من تيغن تورين إلى تعيين تبون الذي هو الآن عبد المجيد تبون اللي هو مترشح للرئاسية، تعيينه وإقالته في ظرف ثلاث شهور من رئاسة الحكومة أو وزير أول، إلى عدة مظاهر أين ظهر هذا الخصوم ما بين ثلاث أجنحة التي كانت هي الرئاسة، كانت هي المخابرات، وكانت في الجهة الثالثة قيادة الجيش. خلينا نتكلم بصراحة، الجيش اليوم رافق الحراك إلى اليوم، أنه نحن اليوم في الجزائر بعد 41 جمعة لا يوجد عندنا واحد سقط وكان المتسبب فيه وكانت المتسبب طيب. فيه الجيش أو كان المتسبب فيه الشرطة طيب. كل ما حدث ربما هو الشهيد الذي الكل يذكره اللي هو من عائلة من خدة كان بتدافع الذي لم يظهر فيما بعد. ألا يحسب هذا للجيش أستاذ؟ هذا يحسب إلى للجيش طيب. كثيرا هذه نقلة في الجيش إذن؟ مثل ما تكلم الدكتور. لكن خلينا نوضح الفكرة، يجب أن نذهب إلى العمق جدا في قضية الصراع ما بين الدولة العميقة ممثلة في المخابرات زائد الصراع مع الجيش. المخابرات الآن لا تقبل أن تذهب إلى انتخابات، لأن كل من يمثلونها في الساحة السياسية يعرفون قدرهم جيدا عند الشعب. أي انتخابات نزيهة فهم يكونون المتضرر الأول منها، وعاؤهم الانتخابي عند الشعب يتقارب من الصفر. هم فعلوهم في الجزائريين من المنظومة التوفيقية، ما فعلته في الجزائريين من التسعين إلى يومنا هذا خلات كل الشعب أنه يكون نافع. طيب هذا من جنب. يعني أنت تذهب إلى موافقة الجيش وموافقة الأستاذ إدريس، يعني أنت مع الانتخاب في هذا الجانب؟ أنا مع طيب. مع الأستاذ إدريس، مع الدكتور إدريس. خلينا نشوف الجانب الثاني، خلينا نشوف الجانب الثاني. الجيش باللعبة التي لعبها من بداية الحراك إلى اليوم، أنا أسميها لعبة، هو تمام أنه كان له نظرة إيجابية جدا في الجهة التي تكلمنا عليها، لكن حين أتى أنه يذهب إلى الانتخابات بهذه الطريقة وكل القرارات التي اتخذها الجيش السياسية التي كانت مستفزة للحراك. يا أخي حتى لو كان ممكن أنك تلتف على الحراك كان في طرق أحسن سياسية للالتفاف على الحراك وإخراج شخصيات مقبولة يرضى بها الحراك، وبهذا كان كثير من المساندين إلى الجيش انسحبوا من مساندته. لماذا انسحبوا من مسانده؟ للإخراج السياسي السيء الذي يلعب به الجيش اليوم. فلذلك الجيش ماذا كانت لعبته؟ لعبته كذلك يهمه ألا يذهب نسبة كبيرة من الجزائريين للانتخابات، لأنه بذهاب نسبة كبيرة من الجزائريين للانتخابات فإن هذا لا يمكن السيطرة عليه. هذا يدفعه للذهاب إلى حالة من الاثنين، إما أنه يزور الانتخابات بطريقة مفضوحة من الطرق السابقة وهو ما لا يريده في هذه اللعبة، وإما أنه يقبل شخصية حرة يأتي بها الشعب، وهنا سوف يكون من الصعب التعامل معها. طب يعني عفوا أستاذ عبد الرحمن، يعني ألمس شيئا من التناقض في هذا الكلام، أرجو أن تصحح لي إذا كنت مخطئا. يعني الجيش يريد الانتخابات ويقول الناس هذا حق دستوري يجب أن تقوموا به وأنا سأحميكم وأنا أدفعكم إلى ممارسة هذا الحق، ثم تقول بأن الجيش لا يريد أن يقبل الجزائريون بكثافة على هذه الانتخابات، يعني كيف، ماذا أفهم من هذا الكلام؟ يعني ثمة شيء من التناقض. الجيش يريد انتخابات يستطيع أن يفصل فيها من غير أن يضطر إلى التزوير، من غير أن يضطر إلى التزوير المفضوح، التزوير الذي لعب في الجزائر على مدار سنين وسنين وسنين. فلذلك ما هي اللعبة التي تلعب هذه المرة؟ هي تحييد قطاع كبير من الشعب الجزائري. كيف تحييد قطاع كبير من الشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري كان يمشي وراء الجيش لحد جمعات، أنا نزلت داخل الحراك يوجد خصام داخل الحراك، كان من يدعمون الجيش يتقاتلون مع من يرفعون يعني شعارات ضد الجيش. فلذلك الجيش ماذا اختار؟ اختار إخراج سياسي سيء. ماذا أقصد بإخراج سياسي سيء؟ يعني أتى مباشرة يفرض انتخابات، وضعت الملفات الانتخابات خمس أسماء كلها أسماء تتخيل كلها يعني من النظام السابق، حتى وإن كان الدكتور يتكلم على عبد القادر بن قرينة أنه ليس من النظام البوتفليقي وإنما هو من النظام كان في وقت اليمين زروال، إلا أننا نفتح قوسين هنا، هل يتخيل أنه توجد شعبية ممكن توصل عبد القادر بن قرينة؟
إذا كان اليوم والدكتور قد صنفه وهو أحد المرشحين الخمسة، صنفه الدكتور على أنه من الإسلاميين وأول من بدأ جلدا فيه بعد، يعني أنا الآن أتكلم على حالة سياسية في الجزائر. نحن نحاول أن نفصل الحالة السياسية في الجزائر. أول من بدأ جلد في عبد القادر بالقرينة بعد ترشحه هم جزء من الإسلاميين، فأنا دائما هون كثير من علامات الاستفهام تحوم حول هذا. فوكأنه الجيش الآن كيف لأنه ربما خرج لأنه خرج من الإخوان وذلك هم يجلدونه. والله المشكلة ليس هذه فقط، ربما حتى جزء من الإخوان اللي نتكلم عليهم بمفهوم الإخوان بين قوسين داخل الجزائر نزلوا جلدا فيه، لأنه لما نتكلم داخل الجزائر الإخوان منقسمين إلى حزبين، إلى حزب حركة مجتمع السلم وحزب البناء حمص. فلما نتكلم على الاثنين لما واحد ينزل جلد في الثاني فهذه مشكلة بين قوسين. تمام. بالإضافة لا أتكلم على الجلد الذي أتى من خارج دائرة الإسلاميين حتى لما نصنفه داخل دائرة الإسلاميين. غير هذا كيف لهذا المترشح يمكن أن يصل؟ الجيش يعمل على إخراج اللعبة. كيف يعمل على إخراج اللعبة؟ أولا أنه سمح بمرور عبد القادر بالقرينة مثل ما سمح بمرور البقية، وهو يعرف أن الفصل طيب. سيكون في واحد من ثلاثة حتى كله يرضاه لهم في إخراج حتى اللعبة. لا نغرق في التفاصيل الدقيقة الكثيرة، نبقى في الأمور العامة والكبيرة. أستاذ إدريس، يعني أنت قلت بأن الجيش حقق نقلة نوعية وأنه لم يعد يتدخل في السياسة ولا يريد أن يصنع الرؤساء. طيب هذه النقلة النوعية والإيجابية التي تتحدث عنها كيف تربطها بما حصل قبل الانتخابات؟ يعني سلسلة اعتقالات طويلة قام بها الجيش، محامين وصحفيين وناشطين حقوق إنسان وسلميين متظاهرين سلميين، مما استدعى حتى البرلمان الأوروبي لانتقاد هذه الاعتقالات والقول بأن ملف حقوق الإنسان في الجزائر في خطر. يعني كيف يمكن التوفيق بين ما تفضلت به وبين هذا الواقع؟ الجيش والمؤسسة العسكرية وجدت نفسها أمام فراغ، من يدير الحوار، من يدير هذه المرحلة اللي هي في الحقيقة تحولت إلى مرحلة انتقالية قصيرة الأجل. نعرف أنه كان من المفروض أن تكون الانتخابات في 4 يوليو 4 جويلية، لكن أمام الفراغ الدستوري والفتوى التي أصدرها المجلس الدستوري مدت عهدة العهد المؤقتة للرئيس بن صالح رئيس الدولة بن صالح إلى غاية 12 ديسمبر القادم، إلى غاية إجراء الانتخابات. الجيش كان أمام خيار ودفع بالأمور نحو الحوار. الحوار لم يكن بالشكل المطلوب، هذا اتفقنا ما قال الأستاذ لم يكن بالشكل المطلوب، وبالتالي لم يوفر له الشروط الكاملة جلب أكبر عدد ممكن من الفاعلين السياسيين أو من شرائح واسعة من الحركة الشعبي، وبالتالي لم يكن حوارا حقيقيا وحوارا واسع، لكنه كان حوار أفضى إلى سلطة وطنية، وهذه لأول مرة في تاريخ الجزائر. كذلك نقطة أن الآن وكان مطلب المعارضة الجزائرية ومطلب الفاعلين السياسيين أن تكون هناك سلطة وطنية مستقلة لتشرف على العملية الانتخابية. نحن في الجزائر أشرفت على جميع الانتخابات وزارة الداخلية واللجنة الحكومية التي الموسعة، إذا كانت وزارة الداخلية هي السيدة واللعب الرئيسي في العملية الانتخابية بالإضافة للوزارات الأخرى كوزارة العدل والخارجية. نعم. إذن نحن انتقلنا من حالة جهة حكومية تشرف الانتخابات إلى جهة مستقلة تشرف الانتخابات، وعندما تكون تلك السلطة تكونت من وجوه معروفة. لماذا سلسلة الاعتقالات التي أنا جاي سلسلة فقط أشير على أن النقلة التي وقعنا التي طيب. حصلنا عليها الآن سلسلة الاعتقالات لابد أن نفرق شيء نوعين من الاعتقالات. الاعتقالات هناك الاعتقالات التعسفية التي تحدث في أثناء المظاهرات والاشتباكات مع مصالح الأمن، هذه اعتقالات تعسفية وهي المرفوضة والمدانة من طرف الجميع ولا بد أن ندينها جميعا. هذه الاعتقالات في النهاية في اعتقادي أنها ستتم بتبرئة أريد أن أقف معك عند هذه الاعتقالات. يعني هل مطلوب فقط أن ندينها وهذه ليست مطلوبة كذا؟ هذه ربما هذه مؤشر على توجهات للنظام. لا، أنت عندما تكون في حراك شعبي فيه 40 أسبوع وليس هناك حراك، تعرف أنت تتابع أستاذ جهاد تتابع المشهد العربي، لا يوجد على المستوى العربي حراك شعبي بهذه المدة 40 أسبوع، نحن داخلين 41 أسبوع، لا يوجد سنة كاملة. سنة 2019 هي سنة احتجاج متواصل بطريقة سلمية، أكيد تقع تجاوزات بين قوة الأمن وبين المتظاهرين. لكن لماذا يعتقد المحامين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان؟ هم يعتقلون المتظاهرين، ليس لقد المحامين أو لأنه محامي أو لأنه إعلامي، هو يعتقل المتظاهرين. أنا قلت لك جزء من الذين أعتقلوا لأسباب تعسف من مصالح الأمن، هؤلاء لابد القضاء يبرئهم ويطلق سراحهم ويدين الجهات التي اعتقلتهم جهات الأمنية. أما جهات أخرى أم أشخاص آخرين
أشخاص آخرين فهم تورطوا، عندهم تهم، تهم واضحة، سواء أنت تحدثوا تجاوزوا القانون، تجاوزوا القانون في موضوع معين متعلق هذا الموضوع المعين، عندما يتحدثون بأن عندما يتحدث الواحد ويستهدف المؤسسة العسكرية ويستهدف الوحدة الوطنية أو أنه يشتغل، توجد أدلة بأنه تخابر مع أطراف خارجية، لابد أن يتابع، هو ليس فوق القانون، ليس فوق القانون، هو ليس أفضل من بقية الجزائريين. إذن لابد أن نفرق بين شريحتين أو من المعتقلين. إذن الجيش محق في سلسلة الاعتقالات؟ أنا أقول الذين بشكل تعسف ليس محق، ومصالحهم ليست محقة، ولابد أن تطلق أي واحد، ولابد أن تتوقف هذا 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 الأمر عن أي اعتقال تعسف. أما الذي تورط لديه تجاوزات قانونية أو مخالفات أو جنح أو جنايات، نعم، حسب درجة الجريمة التي اقترفها فلابد أن يعاقب ويتابع، لأنه ما يحسب للجيش كما قلنا والمصالح الأمن أنها تعاملت في هذا الحراك وبإجماع كل الجزائريين تعاملت بسلمية. نعم هناك استثناء، هناك تجاوزات، لكن في عموم المشهد هو مشهد صحيح، وهذا الذي لابد أن يعمم على الدول العربية. نحن نعيش كما تعرف ونحن في قناة عراقية الآن المعلن 500 قتيل، هذا شيء رهيب جدا يعني، فبعلك ربما نحن ربما تجاوز الأمر بكثير. إذن نحن نعيش حراك شعبي سلمي، المؤسسة العسكرية وجدت نفسها في مواجهة مع الجماهير، لكنها التزمت بحمايتهم والحفاظ على ديمو. كان هناك انضباط عالي من الجيش حقيقة، نعم، هكذا نقيم الأشياء. طيب، لكن لا، هذا لا يعني أن الذين اتصلوا بالاتحاد الأوروبي، الذين يتصلون بمؤسسات، كيف أنت، هذا شأن جزائري داخلي، شأن جزائري. حتى الذين في الحراك بالمناسبة، حتى في الحراك رفضوا هذا التدخل وقالوا من اتصلوا هم خانوا الحراك الشعبي. أستاذ غريس، الجد الآن سيكون بعد إجراء الانتخابات والأثر الذي ستتركه هذه الانتخابات على المشهد السياسي في الجزائر كله بعد الفاصل، لو أذنت لي. هذا فاصل قصير على أن نواصل الحديث بعد العودة. أهلا بكم إلى متابعة الحديث في هذه الحلقة. أستاذ عبد الرحمن، يعني شهدنا مظاهرات مؤيدة للانتخابات وأخرى معارضة لهذه الانتخابات، ألا الآن قرار إجراء الانتخابات أحدث هزة في الحراك وانقساما أفقيا بين المتظاهرين، بين من هو مؤيد ومن هو معارض؟ وهذا ما تكلمنا عليه قبل قليل لما قلنا الإخراج السياسي السيء. لكن خلينا نرجع للمظاهرات، ليش فيها هذا الانقسام؟ أولا المظاهرات هي بهذه الطريقة، أول جمعة كانت من المظاهرات، كانت الجماهير اللي طلعت بعفوية خرجت كلها يوم الجمعة، هناك ناس قررت تخرج يوم السبت، فلما خرج جهة معينة التي تمثل على غالبية الشعب الجزائري، عند غالبية الشعب الجزائري تمثل الدولة العميقة، قررت أن تخرج يوم السبت تعمل مظاهرة، فلما طلعت يوم السبت لقت نفسها عدد قليل، رجعت اتخذت قرار أنها تخرج كل جمعة. هي الجهة التي كان صوتها يتعالى من بداية الحراك ضد الجيش، وهي الجهة التي يهمها ألا تذهب إلى انتخابات، وهي الجهة التي استغلت الإخراج السياسي السيء حتى تدفع بالحراك أنه يصير فيه أغلبية كبرى تهتف ضد الجيش. هذه الجهة استخدمت بما يسمى معضلة يوثفرو، التي هي أنه تعطيك خيارين، إما إذا أنت مع الجيش فأنت تمشي مع النظام السابق والنظام البوتفليقي، وإذا أنت ضد الجيش فيعني يجب أن تكون معنا وتكون ضد الجيش راديكاليا، لا نذهب إلى انتخابات، مع أنه كانت توجد حلول، يعني قبل إغلاق باب الانتخابات كانت توجد حلول. سنتحدث عن الحلول لاحقا، لكن الآن أنا أريد أن أقول لك أستاذ عبد الرحمن، يعني قرار الانتخابات في النهاية صار لهم مؤيدون في الحراك، وبالتالي الرافضون وأنت منهم للانتخابات بصيغتها الحالية ليس لهم موقف يعني قوي، وليس لهم ما يبرر هذا الموقف الذي قد يسميه بعض المراقبين بأنه عدمي أو عبثي.
طبعا أنا لست من الرافضين إلى الانتخابات بالمفهوم رافض للانتخابات، أنا رافض بصيغتها الحالية للطريقة اللي وصلنا بها الانتخابات. وربما العاتق الكبير أو الثقل الكبير يقع على عاتق وعلى كاهل النخبة السياسية في الجزائر. لا تنسى أن النظام البوتفليقي في الجزائر صحر الساحة السياسية، صحر حتى المعارضة، لا يوجد لدينا معارضة تتكل عليها اليوم في الجزائر، وإلا لما كنا وصلنا إلى هذا الإخراج السيء. معارضة طول أيام الحراك وهي تعرف أنه سنصل إلى انتخابات لم تستطع أن تخرج رجل توافقي نذهب به إلى الانتخابات، أو على الأقل فلنقل تخرج رجلين. معارضة بعد بيان عين البنيان لم نرى لها وجود، بعد بيان عين البنيان الجيش عزم أن يذهب إلى انتخابات بدون شعب. يعني هذه تقال في الكرونولوجيا الحراك، الجيش قد عزم أن يذهب إلى انتخابات بدون شعب بعد عين البنيان. لذلك يجب الآن أن نتكلم، من جهة الجيش عزم أن يذهب إلى الانتخابات بدون شعب، ومن جهة ثانية دولة عميقة تدفع، دولة عميقة وصلت إلى كيف نقول إلى محاربة صفرية مع الجيش. ما معنى محاربة صفرية؟ بالمفهوم الجزائري الشعار التي يرفع في كل أسبوع تتنحى وقع، يعني يذهبوا الكل ولا واحد يبقى. كيف يكون تنفيذ هذا؟ ولا واحد يقدر يجاوب كيف يكون تنفيذ هذا يذهب كل المعارضة الصفرية أو المعاداة الصفرية. هذا توصلنا إلى حل من الاثنين، كيف يذهب الجيش كله؟ كيف يذهب كل من هم في النظام؟ إما بانقلاب داخلي من داخل العسكر، وهو ما صرحت به زعيمة حزب العمال السيدة لويزا حنون اللي هي محبوسة، صرحت به عبر الرسالة المسربة حين قالت أنهم كانوا يتصلون بلواء في الجيش يسمى السعيد باي، والذي هو أحد مجرمي العشرية السوداء في الجزائر لكي يكون مكان القايد صالح. وهذا انقلاب داخلي سوف يأتي بمن هو أسوأ ممن هم موجودين، لأنه لحد الآن نقول بصراحة نحن القيادة الآن الموجودة الآن في الجيش لحد الآن لم نرى منها شيء، وليست القيادة التي هي مشاركة في العشرية السوداء. الذين شاركوا في العشرية السوداء هم المجرمون، لما نتكلم على خالد نزار، على جنرال توفيق، على تواتي، على إسماعيل عماري، على محمد العماري، نحن نتكلم على أرمادة من المجرمين أجرموا في حق الشعب من 90 إلى 2000. لما نوصل اليوم نتكلم على هذه القيادة الجديدة التي لم تجرم في حق الشعب، وهم يوصلون على أنها يشيطنونها بهذه الطريقة لأجل أنهم يصلون إلى حل من الاثنين، مثل ما قلت، إما انقلاب عسكري، وهنا سوف يكون تصادم مباشر مع الشعب. إذا نجح الانقلاب العسكري فلن يرحم الشعب، إذا فشل الانقلاب العسكري فالجيش سوف يكون في صدام مباشر مع الحراك الذي هو دعم في الانقلاب العسكري. وإما الشيء الثاني اللي هو التدخل الأجنبي عبر سؤالك الذي طرحته قبل قليل، وهذا ما تحركت به بعض الأطراف المحسوبة داخل الجزائر في الخارج لكي تحرك الاتحاد الأوروبي، لكي يأتي بالبيان الذي وصفه بيان الخارجية الجزائرية بأنه تدخل سافر في الشؤون الجزائرية. نعم، فلذلك. لكن حقيقة يعني الآن الحديث لا يبدو أن هناك مراقبين دوليين سيشرفون على الانتخابات الجزائرية. السؤال هو شرط خير، هل تعتقد هذا مما يعترض عليه كثير من الجزائريين، لأنهم لا يثقون بأن الانتخابات في الجزائر ستجري يعني بشكل يحقق نزاهة عالية، هل تعتقد أن الجيش ربما يحتفظ بهذه الورقة، بمعنى أنه ربما يعلن عن إشراف دولي حيادي الأمم المتحدة على هذه الانتخابات كورقة أخيرة يستخدمها لدفع الناس للمشاركة في الانتخابات؟ هؤلاء المراقبين في كل انتخابات الجزائر كانوا شهداء زور، دائما يأتون الانتخابات، سواء الاتحاد الأوروبي ولا جامعة الدول العربية ولا الاتحاد الإفريقي، على الأقل طرف حيادي ولا حيادي ولا شيء، كانوا كلهم شركاء في الجريمة على الجزائريين. كانوا دائما سواء الاتحاد الأوروبي ولا جامعة الدول العربية ولا الاتحاد الإفريقي، هذه المنظمات الإقليمية. هل هذه قناعة الشارع الجزائري؟ نعم، ولا ثبت أنهم كل مرة يأتون وتجرى الانتخابات وتزور الانتخابات ويعلنون بأنها انتخابات نزيهة. كيف ذلك؟ والآن ثبت بأن انتخابات نزيهة، الآن الأرشيف يخرج، بل من يشرفون على تصوير الانتخابات لن يعلنونها. الولاة في الجزائر الذين كانوا يشرفون على الانتخابات، والولاة هم الفروع وزارة الداخلية على المستوى المحلي، الآن يفصلون ويخرجون شهاداتهم كيف كانوا يزورون. يعني الآن الآن شيء ثابت بأن الآن بدل الدليل كيف حتى طريقة التزوير. فبالتالي هؤلاء الشهداء المراقبون الدوليون هم كذبة كبيرة على الديمقراطية. الذي يحقق الديمقراطية هم أهل البلد، الذي يشرف على الانتخابات هم أهل البلد، الذي يحافظ الانتخابات أهل البلد. وعندما نكون نتكلم عن أهل البلد هو الشعب والجيش. عندما الجيش يقتنع بأنه لابد أن يبتعد على توجيه الانتخابات، فهذه الخطوة الرئيسية الكبرى. وعندما يقتنع الشعب بأن الانتخابات هي الوسيلة
المثلى للتغيير والانتخاب ممثليه، هذه الخطوة الأكبر من خطوة الجيش. عندما توفر هاتين الإرادتين سنذهب إلى انتخابات حقيقية ولا نحتاج. ونعود التاريخ الحديث للجزائر عندما دارت التعددية في سنة 90-91 لم يكن هناك عندنا مراقبون دوليون، وأشرفت النصرف أن النظام على الانتخابات وفازت بها الجبهة الإسلامية أنذاك وقوى سياسية أخرى في المحلية في 90 أو التشريعية في 91. إذن نحن جربنا حالة الانتخابات النزيهة، وخرج وزير الداخلية عندما أعلن بأن النتائج فازت الجبهة الإسلامية وانقلب هو عليها الجنرال العربي بالخير آنذاك، والذي كان عراب المجموعة التي تحدث عليها الأستاذ، كان عرابهم للانقضاض على الإرادة الشعبية وإدخال البلاد في المتاهة المعروفة والمأساة الوطنية المعروفة. إذن الجزائر، النظام السياسي في الجزائر لديه رصيد من الإشراف على انتخابات نزيهة في البلاد، لكن السؤال الآن وهو لو سمحت لي أن أطرحه على الأستاذ عبد الرحمن، إذا ما جرت هذه الانتخابات وتحققت، هل ستسهم في تخفيف الاحتقان السياسي الحاصل في الشارع الجزائري أم ستعمق الأزمة؟ والله بالطريقة اللي احنا رايحين بها للانتخابات، إما الجيش الآن يخرج ممثل له عبر الصناديق، بعد الآن لا أحد سيستطيع أن يتكلم على رئيس دولة، سيكون رئيس جمهورية بكامل حقوقه، لم يعني لا يمكن لأحد أن يرفع الصوت في وجه الجيش. وبعد ذلك سوف يبقى الأمر مفتوح على أمرين لا ثالث لهما، إما المواجهة مع الشعب في حال ما إذا الدولة العميقة مثل ما تكلمت التي تستخدم، لأنه لما نتكلم الحراك موجود على الأرض، ولكن من المستفيد؟ من المستفيد الأول والأخير؟ من لديه الآلة الإعلامية؟ من لديه الآلة المالية؟ من يحرك كل شيء؟ لماذا ارتفعت الأصوات ضد الجيش بعد اعتقال الاعتقالات السياسية واعتقال رجال المال؟ دائما أعود إلى هذه النقطة لأنها نقطة مفصلية في فهم ما يدور في الجزائر. لذلك إذا استمرت الانتخابات مثل ما قلت أن الدولة العميقة ذهبت إلى حل صفري مع الجيش، إما انقلاب عسكري إما تدخل أجنبي الذي دعوا عليه عن طريق أطراف مبطنة، فكذلك الجيش دخل في معركة صفرية معهم، حتى أنه يوم 2 من شهر 12 لما ذهبوا إلى محاكمة رؤوس النظام، الدفاع لعب لعبته، الدفاع المتهمين لعب لعبته أنه يؤجل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات. الجيش ذهب معهم إلى معركة صفرية أجلها 48 ساعة، متى كان والأمس واليوم عقدت محكمة ويحيى سلال، كثير من رجال أعمال، نعم، ابن سلال وزير الصناعة أبو شارب. هل أفهم من كلامك أنك كما لو أنك تشبه حال الجزائر اليوم بحالها عندما كانت في الانتخابات التشريعية في عام 91 عشية العشرية السوداء، هل هذا صحيح الاستنتاج؟ طيب، يوجد اختلاف بسيط فقط، يمكن أن نشبهها مع التحفظ في اختلاف بسيط فقط. حين نشبه الانتخابات في 90 الانتخابات المحلية وفي 91 الانتخابات التشريعية، كان هناك أمرين اثنين موجودين، أولا ضغط الشارع اللي هو موجود اليوم، وثاني لأنه ما تنساش في 90 وفي 91 كان حمروش عن طريق اللي كان رئيس حكومة في ذلك الوقت وعن طريق الوزارات كان يريدون تعديل في كوطات الانتخابات أو في مناصب كل ولاية من الانتخابات، وأعطوا كيف نقول ولايات لا تحسب التي كانوا يحسمون أمرهم فيها أعطوها كراسي كثيرة، والولايات التي كانوا يخافون الولايات الكبرى التي كانوا يخافون فيها من فوز الجبهة الإسلامية الإنقاذ أعطوها كراسي قليلة. فلذلك فيما بعد ماذا وقع؟ الاعتصام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ والإضرابات المفتوحة التي قامت بها دفعت حمروش وكل وزارته أن يذهب بكل احترام للانتخابات، فهذا ضغط الشعب. لكن ما يختلف فيه أن هناك كان مرشح متوافق عليه الشعب الجزائري، اليوم لا يوجد مترشح، الخمسة المترشحين كلهم تقدر تقول اثنان ربما تحيدهم بعيد أن يصلوا إلى الحكم وثلاثة محسوبين على الجيش، من أتى به فهو خير له. طيب أستاذ إدريس، الآن الجيش يدير المشهد، هذا بات واضحا، ما الذي يمكن أن يقدمه الجيش في هذه المرحلة من تنازلات للجماهير، وما الذي لا يمكن أن يقدمه؟ يقدم أولا يسعى بانتخابات تمر بشكل نزيه، هذا هو الذي يقدمه، ويلتزم بما قاله قائد الجيش بأن عهد صناعة الرؤساء انتهى وليس لنا دخل وليس ليس الجيش أي مرشح، وعندما دعا إلى انتخاب أحد الخمسة يعني بمعنى نحن على مسافة متساوية مع الجميع. إذن هذا الذي لابد أن يؤكد الجيش يوم 12-12 هذا الأمر، ويؤكده على المستوى العملي، على المستوى النظري سمعناه لكن نريد الآن على المستوى النظري.
العملي. بعد ذلك بعد أن تفرز الانتخابات يحس الشعب الجزائري بأنه عبر أو من يذهبون للانتخابات لأن هناك انقسام في الساحة السياسية الجزائرية يحس من ذهب للانتخابات بأنه فعلا عبر عن رأيه وأن الأغلبية أغلبية من ذهب للانتخابات من صوت انتخبوا رئيس فعلي للجزائر. تأتي الخطوة التي بعدها وهو فتح الحوار الوطني بشكل أوسع وهذا دور الرئيس المنتخب مدعوم من الجيش لابد أن يدعم في يدعم الجيش ويسن هذا الرئيس. هذا الرئيس لابد أن يقوم بالإصلاحات السياسية المطلوبة بمعنى يفتح حوار سياسي مع مكونات الساحة السياسية مع الحراك الشعبي، انتخابات تشريعية مسبقة، انتخابات محلية مسبقة، تعديل مناقشة الدستور الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات ملكية سلطانية، لابد أن يقع توازن بين السلطات الثلاثة المعروفة، لابد أن تقع إصلاحات اقتصادية لأن الآن المحاكمات التي حدثت البارحة واليوم أثبتت بأننا فعلا أمام مافيا وليس حكومة وليس وزراء. الآن نسمع بهذا رئيس الحكومة السابق أحمد يحيى والذي قبله سلال كانوا يديرون ليس حكومة وإنما مافيا بالتحالف مع رجال المال ورجال السياسة. وفعلا عندما وصفهم الجيش فيما قائد الجيش بأنهم عصابة فعلا اكتشفنا أين العصابة. الآن نعرف من العصابة 1 2 3 نعرفهم الآن بالتفاصيل. نعم لهم تفرعاتهم لكن فعلا الجزائر كانت تدار من طرف عصابة بوتفليقة. هذا لم يكن يسير الجزائر بالطريقة التي كنا نتصور على الأقل في عهد، يعني لم تصل الجزائر إلى أسوأ وضع إلا في عهد هذا الرئيس الذي كان ينهب في قضية واحدة فقط، قضية واحدة وهي قضية مصانع السيارات. الآن نتحدث على 12,000 مليار، يعني مبلغ خيالي لو تفتح جميع الملفات. نحن أمام كارثة وطنية ونهب ممنهج للثروة الوطنية. في مقابلة يعني النظرة التفاؤلية التي يتمتع بها حديثك، أريد أن أسأل الأستاذ عبد الرحمن الذي ربما يتمتع بنظرة أقل تفاؤليا إن لم تكن تشاؤمية، الآن إلى أين تتجه الأمور في ظل وضع جزائري شعب حراك شعبي أكثره رافض لهذه الانتخابات وجيش يدير المشهد في البلاد مصر على هذه الانتخابات؟ ما السيناريو الذي يجب أن ننتظره أو أن نراه في الجزائر؟ ستجرى الانتخابات الجزائرية في اعتقادي لأنه هذا تحليل للوقائع الحادثة. سوف تقع الانتخابات الجزائرية، سينتخب في رأيي أحد الخمسة، فلنقول أحد الخمسة حتى لا نقصي أحد، حتى لا نقول أحد الثلاثة، ويبقى الحراك مستمر وسيلعب الجيش بعدها بكل أريحية. هذا من جهة. جهة ثانية، الدولة العميقة الآن تتخبط في آخر ضرباتها وربما هنا يعني تتخيل أي رد فعل ممكن أن تقوم به. يعني لعب الجيش في بحرية كما قلت ضد الدولة العميقة، هل هو في صالح الجزائر مستقبل الجزائر أم ضد ذلك؟ شوف خلينا نقول الصراع ما بين الجيش وما بين المخابرات وما بين الدولة العميقة هو الذي فتح المجال الموجود اليوم للشعب الجزائري. لولا هذا الصراع ما كانت عندنا هذه الأريحية وما كان الجيش حمل الحراك بهذه الطريقة، لأنه كلا الطرفين سواء الجيش في الأول لما بدأ حملة الاعتقالات استعمل الحراك وكان يقول أنا باسم الحراك سأعاقب العصابة، والطرف الثاني اليوم يقول لا انتخابات مع العصابات. نحن الجزائريون نقول لا لكل العصابات سواء هذه الموجودة داخل الحراك وتريد أن ترفع الأصوات لكي لا تذهب إلى انتخابات، وسواء التي تريد أن تسير إلى انتخابات لا يوجد فيها حتى مرشح الشعب متوافق عليه. فلذلك مهما كان الجيش اليوم، لأنه تعالت بعض الأصوات لبعض الوطنيين وكذا يقول نحن في تحالف مع جماعة الدولة العميقة لحد ما نصل إلى دولة مدنية، هذا لا يقبله عقل. كيف لمجرم كان يقتل في الشعب الجزائري لمدة 10 سنوات في العشرية السوداء يمكن أن أتحالف معه اليوم لكي أصل إلى دولة مدنية؟ هذا لا يمكن أن أضع يدي فيه. وحين يعتقله الجيش وحين يعتقله النظام الموجود حاليا ويقدمه إلى محاكمات أنا لا أبكي عليه، يعني بالمفهوم أنه أفرح أنه يعاقب وكذا، لكن في نفس الوقت من حق الشعب الجزائري أن يطالب بانتخابات تكون فيها على الأقل كل ما أراده بعد حراك 40 جمعة أن يتوفر. يعني نصل إلى انتخابات اليوم طبعا، وهذا الخطأ ليس خطأ الجيش وحده، الجيش له فيه لعب لعبته لكي يصل بما يريد، لكن كان خطأ النخبة السياسية
التي لم تستطع بالمفهوم هذا أن تقدم ولا مرشح توافقي. وحتى حين ذهبوا إلى مرشحين توافقيين من كانوا رجال في السبعينات وفي الثمانينات، يعني رجال من العهد القديم، لم يعني في ظل التصحر البوتفليقي لم تكن عندنا نخبة سياسية تحضر لهذا اليوم. إذن أنت تقول بأن الجيش سيلعب بحرية كاملة بعد نهاية الانتخابات، وأنا أسأل أستاذ الدريس لأختم معه بدقيقتين من فضلك، الأصل أن أسألك ما خيارات السلطة، لكن الواقع الآن في الجزائر يحتم علي عن أن أسألك ما بعد الانتخابات، ما خيارات الحراك الشعبي، ما خيارات المتظاهرين في الرد على الانتخابات كثير منهم يرفضها. أول الحراك الشعبي عنده خيار واحد، أن يواصل ويتحول إلى حراك شعبي عارم، يرجع إلى حراك فبراير 22 عندما كان موحدا وكان ذو زخم كبير. ما الهدف منه؟ الهدف هو الضغط على الرئيس القادم والمؤسسة العسكرية التي تسند لمزيد من الإصلاحات. نحن نريد إصلاحات سياسية عميقة في الجزائر، نريد أن نمر إلى الديمقراطية الحقيقية. للسلطة الحالية والنظام لن يتنازل للجزائريين إلا إذا رأى حراك شعبي حقيقي، والحراك الشعبي الحقيقي شفناه في فبراير 22 ومارس الأسابيع الأولى من الحراك عندما أسقط وخلع بوتفليقة ودفع للجيش أن يقوم بخطوته المعروفة وهو خلع بوتفليقة، لأنه الأداة التنفيذية الحراك هو الجيش. عندما حذر بوتفليقة ثم دعا للحل ثم خلعه، بمعنى أنت عندما تضغط على الرئيس القادم وعلى المؤسسة العسكرية من خلفه أن لابد أن تحقق للجزائر تحول ديمقراطي حقيقي، والتحول الديمقراطي معروف وهو أن تصبح للمؤسسات المنتخبة اليد العليا. لابد أن يكون لنا برلمان حقيقي، لابد هذا البرلمان يكون سيد، تفرز منه حكومة حقيقية يحاسبها الشعب ولا يحاسبها أي أحد، لا تقدم الحساب لأي جهة إلا للشعب الجزائري، هذا المطلوب. ثم كذلك لابد المنتخبين المحليين يفرزون بشكل طبيعي وواضح. إذن الخيار أمام الحراك الشعبي ومن الجماهير الشعبية أن تستفيد من تجربة 2019، حراك 2019، وتدخل حراك 2020 أكثر قوة، ولا تذهب إلى الأمور الهامشية كما ذهب الحراك، لأنها ستكون أمام رئيس جمهورية منتخب ومسنون من طرف المؤسسة العسكرية. لابد أن يكون الحراك ذو زخم أقوى ومنظم. كذلك على المطلوب من الحراك ألا يبقى أن يناضل بالجماعيين، بل لابد أن يفرز قيادات ومن يحاورون هذه السلطة، ولا يبقى على مستوى يخرج كل جمعة فقط بشعارات فقط دون تقديم من يمثل الحراك. لابد أن تتحول هذه القوى المتوازنة وجهة الحراك إلى قوى سياسية واجتماعية منظمة تواصل النضال بطريقة منظمة، وهذا ما يخدم الديمقراطية في الجزائر. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن بن عمار المحلل السياسي، وكذلك الأستاذ إدريس ربوح. شكرا لكم، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.